والى حركه راس المال العراقيه وامتداداتها الدوليه اكدت وكاله رويترز ان من المقرر ان يبدا العراق وتركيا محادثات فنيه بحلول اوائل الاسبوع المقبل بشان استئناف صادرات النفط في شمال العراق لكن الامل في حل سريع ضعيفة ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين قولهما أن المناقشات على المستوى الفني بشأن استئناف الصادرات من المقرر إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبلة بانتظار وصول وفد تركي رفيع المستوى إلى بغداد ووجدت حسابات رويترز أن التوقف لمدة 80 يوما كلف حكومة كردستان أكثر من مليار دولار